السلام عليكم ومرحبا بكم معي في قناتي با بلانيت. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، غادي نحضروا دي سيجا اقتصاديين سهلين وسريعين المكونات اللي التحضير. غادي بقوا معنا نحتاجو، باش نشوفوا. عندنا جوج ديال البصلات مشلضين، فص ديال الثوم، هنا عندي قريعه واحده كبيره اخضر حكيتها في الحكاكه الغليظه، اولا نقدروا نستعملوا ثلاثه صغار. هنا عندي ثلاثة ديال الخيزويات محكوكين، ثلاثة متوسطين، فلفلة كبيرة حمراء وفلفلة كبيرة خضراء. ما كانوش عندنا الألوان، نقدروا نتفيو غير بالخضراء. هنا الزيتون مازال غادي نقطعو دوائر. بالنسبة للعطرية فعندي ورقة سيدنا موسى، شوية الملحة، شوية الإبزار، وشوية القزبر يابس. يعني هادو هما المقادير الأولية اللي غادي نحتاجو، من بعد غادي نعطيكم شنو غادي ندير. هنا نشعل، سلام، نضيف الثوم، نضيف سيدنا موسى، نضيف الطين، بغيت ننزل واحد شويه ونضيف عليها الجزر. غادي نضيف شوية ديال الماء تقريبا واحد نص كاس. صافي دابا غادي نزيد ديك القريعه ديالنا بعد ما طابو لينا تقريبا خيزو سميت واحد نص طيبه مع القرعه دغيا كطيب. صافي دابا غادي نحركهم وغادي نضيف العطريه كيف ما قلت لكم، شويه الماء فاش غادي يطيب وغادي نكمل الطياب ديالو. ملي حاول البزار والقزبر يابس و صافي هادشي لي غندير. غادي نضيف غير شوية ديال التحميرة، بالي الخليط معداش اللون مزيان، غادي نضيف شوية التحميرة وغادي نخليهم مازال كيطيبو شوية حتى باقا البصلة شوية قاصحة.
صافي غادي نحط باقي المقادير. بالنسبه للمقادير الثانيه اللي غادي نحتاجو فعندني الفيرميسيل راني درتها في الماء طايب طلقات، وغادي نحتاجو ربع مقطع وتقريبا واحد زلافه صغيره بحال هكاك، وزيتون دوائر، وغادي نحتاجو جوج علب ديال الثوم ديال الزيت. وهنا اول حاجه غادي ندير غادي نشحر هذيك الفيرميسيل في شويه ديال زيت الزيتون، الثومه، ورقه سيدنا موسى، وغادي نزيد شويه العطريه، شويه الملحه، شويه الابزار، شويه القزبر يابس، وشويه ديال التحميره باش تعطيها اللون. كيف ما كتشوفوا انا هنا قطعتها غير بالمقص. صافي دابا غادي نعلي عليها البوطه ونخليها غير شويه تشحر، وغادي نزيدها لباقي العناصر. بالنسبه للربيع وزيت الزيت ربيع والزيتون والثوم فغادي نزيدهم على الخليط كامل من بعد ما يطيب لينا. كيف ما كتلاحظوا هنا الحشوه ديالنا راه طابت، زدت عليها الفيرميسيل، غادي نحيد دابا دوك الوريقات ديال سيدنا موسى، وغادي نخلطهم مزيان، نضيف عليهم الربيع والزيتون، صافي غادي نطفي عليهم البوطه، وغادي نضيف عليهم الثوم. بالنسبه للثوم فعلبه غادي نديرها كامله يعني بالزيت ديالها، والعلبه الاخرى غادي نصفي منها الزيت عاد نديرها. جوج ديال البواط ديال الطون، واحد درتو بالزيت ديالو وواحد حيت لي الزيت، فغادي نخلطهم مزيان. الا ما كانش فرماج حمر نخليهم هكا، ولا نديرو غير فرماج سلايس، وغادي نخليهم غير هكا. نجيب ورقه ديال البسطيله، إذا كانت ورقة البسطيلة كبيرة فكنقسموها على ربعة، كانت عندنا غير الحجم الصغير كنقسموها غير على جوج وكنخدمو بها. أنا هنا قسمتها على ربعة، ما حتاش كما كتشوفوا البسطيلة راها الورقة كبيرة. فكناخدو طرف غادي نحطو بحال هاد الشكل، وغادي نعمروها بالحشوة اللي وجدنا. باش نبغيو نستعملو ورقة البسطيلة فالوجه اللي كيكون حرش واللي كيكون من الداخل، هنا غادي كيف ما كتشوفوا كنوضعها في الوسط، وغادي نجمع الجوانب بحال هكا بهذه الطريقه، ومن بعد غادي نبدا نلوي لي سيغار ديالنا عادي. بالنسبه اللي ما كتشدش لي ورقه البسطيله فيقدر يدير شويه ديال الخليط ديال الدقيق والماء باش كيسدها مزيان. انا هنا ما بعض المرات كنستعملو بعض المرات ما كنستعملو صراحه. صافي فهنايا انا دايره كميه كبيره فغادي نحتفظ بها في الثلاجه في الفريغو حتى الوقت اللي غادي نبغي نستعملها، وغندهنها بشويه الزبده عاد نطيبها. المهم بقاو معايا باش تكملوا معايا الطريق.
غادي نستعملهم راه غادي ندهنتهم بشويه ديال الزبده بحال هكا، نقدروا نذوبوا الزبده عاد نستعملوهم. فهذا راه فطيبتهم على حراره عاديه، الفران سخنتو من قبل صافي ودخلتهم كيطيبو، ما كياخذوش معنا وقت كثير، غير تحمروا وصافي وخرجتهم، راه كلشي طايب. حسن كيجيو زوينين، نتمنى انكم تجربوهم، يقدروا يديهم وليداتكم ليكول. فكنشكركم بزاف على المتابعه، والى الا كنتم مازال ما شاركتوش في القناه ما تنساوش الضغط على زر شير وسبسكرايب او صابوني، تفعلوا الجرس باش تبقاو ديما توصلوا بالجديد، وشكرا.